السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. اليوم راح نشرح طريقة جدا سهلة لزراعة بذور المانجا من ثمرة المانجا نفسها. هذه هي بذرة المانجا أو المانجو. أنا قمت بإزالة القشرة الخارجية إلها، القشرة الصلبة، قمت بفتح هذه القشرة واستخرجت منها هذه البذرة. الطريقة جدا سهلة. الخطوة الأولى اللي راح نحتاجه قطعة من منديل ورقي. أقوم بوضع هذه البذرة داخل هذا المنديل وأقوم رشها بالماء بهذه الطريقة. طريقة جدا بسيطة، وأقوم بوضع هذه البذرة داخل علبة بلاستيك مثل هذه العلبة. بعد حوالي تقريبا أسبوع إلى 10 أيام راح نلاحظ ظهور الجذور. أنا راح أشوفكم. طبعا نحرص على تغيير المنديل كل فترة والثانية. هذه البذرة، لاحظ هذا الجذر، أتمنى يكون واضح. هذا هو الجذر وطالعة من عنده كذلك النبتة من هذا الجانب، واضحة. الآن هي هذه البذرة جاهزة للنقل للتربة. كذلك هنا أنا عندي، أنا جذرت أكثر من وحدة حتى نلاحظ. كذلك هنا لاحظ الجذر، هذا هو الجذر. لذلك نشوف الباقيات. بلشت الجذر من هذا الجانب. هذا صار تقريبا 5 أيام من وضعتها داخل هذا المنديل. كذلك هاي الأخرى هنا. هذه هي الجذر، هذا هو الجذر. الآن الخطوة اللي بعدها راح أقوم بنقل هذه البذرة إلى التربة. قوم بعمل فتحة في التربة بهذا الشكل وتوضع البذرة في التربة بهذا الشكل بحيث النبتة للأعلى أو الجذر يكون للأسفل. نغطيها بالتراب بهذا الشكل، طبقة خفيفة من التربة، ونسقيها بالماء. كل ما تحتاج التربة إلى السقي. بعد حوالي مرور تقريبا أسبوع إلى 10 أيام أيضا راح نلاحظ ظهور الساق والأوراق لثمرة المانجا أو المانجو. هذه كذلك هنا واحدة عندي نبتة ثانية. تقريبا 10 أيام إلى أسبوعين تكبر أدنى بهذا الشكل. أتمنى تكون واضحة، وأتمنى يكون يعجبكم الفيديو، وأرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل لايك ومشاركة ليستفيد جميع الأصدقاء من الفيديوهات. وأي سؤال أو أي استفسار أرجو كتابته في كومنت، وأنا راح أرد عليكم إن شاء الله بأسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.